رحيم، النهارده هنتكلم على ورم مستقيم الخبيث. ورم مستقيم الخبيث ما كانش من الاورام الشائعه في الماضي، لكن لاحظها ازدياد مستمر في الحالات. متوسط عمر المريض في الدول الغربيه من 40 ل 50 سنه، في مصر من 25 ل 30 سنه. مش معروف السبب حتى الان في الاختلاف، بس يشك البعض ان له علاقه بانواع المأكولات والتعرض للمواد الكيميائيه التي تؤدي لظهور هذه الاورام مبكرا. الاعراض تعنيه ومخاط بالبراز، وقد يكون الدم والمخاط بدون براز، امساك شديد او انسداد تام، الم داخل الحوض واسفل الظهر، قد يؤدي الى حدوث اعراض مزمنه في الجهاز البولي بالصعوبه في التبول وقصور في وظائف الكلى. عندنا التشخيص: فحص اكلينيكي، اخذ عينه وتحليلها بيثولوجيا، اشعه مقطعيه على البطن والحوض، اشعه عاديه على الصدر، اشعه عاديه وبالصبغه على المسالك البوليه، قياس نسبه دالات الاورام، صوره دم ونسبه بولينا. طرق العلاج عندنا في علاج جراحي، ما استئصال جراحي جذري بالجراحة وتحويل مجرى البراز لفتحة في جدار البطن، وهو العلاج الأمثل والأساسي في المراحل المبكرة للورم. في علاج كيميائي يتم بعقار 5-فلورويدر أسيل للحالات المتأخرة والتي بها ثنويات الأورام المرتجعة. في عندنا علاج إشعاعي، سرطان المستقيم من نوع الخلايا الغدية قليل الحساسية للإشعاع، لذلك العلاج الإشعاعي فهو علاج مكمل للعلاج الجراحي. في علاج إشعاعي قبل الجراحة وفي علاج بعد الجراحة. العلاج اللي قبل الجراحة بنستخدمه في الحالات التي يكون بها تميز الخلايا ضعيف أو حجم الورم كبير، أو هناك شك إن شك للجراح في عدم الاستئصال الكامل للورم. في علاج بعد الجراحة، وذلك في الحالات التي توجد نسبة خطورة عالية لارتجاع الورم، أو إن الورم لم يتم استئصاله كاملا، أو وجود انتشار للغدد الليمفاوية. طريقة العلاج الإشعاعي: هنقول وضع المريض منبطح على بطنه على منضدة الفحص، ذراعيه تحت جبهته والكعبين متباعدين وأصابع القدمين متلامسة لبعضها، ويتم ضبط محاور الجسم باستخدام الليزر المثبت في أركان الحجرة. الجهاز المستخدم زي ما قلنا الكوبالت أو المعجل في العلاج، والسيميوليتور في التخطيط. المنطقة المعالجة: ثلثي منطقة الحوض الخلفية. عندنا الحقول الإشعاعية: حقلين مائلين أماميين أو حقل خلفي، وحقلين جانبيين بالأوتاد. الحد العلوي للحقل: السطح العلوي لعظمة العجز، والحد السفلي أسفل منطقة العجان، والحد الجانبي 1 سنتي خارج عظام الحوض. الجرعة: 4000 سنتي جري قبل الجراحة، وبعد الجراحة 5000 سنتي جري 5 أسابيع خلال 25 جلسة، معدل 200 سنتي جري في الجلسة. علاج الورم المرتجع: 5000 سنتي جري في 5 أسابيع في 25 جلسة، ثم يضاف 1000 سنتي جري خلال حقل مباشر في عدد من الجلسات يتم تحديده بواسطة الطبيب. العناية بالمريض: أول حاجة برضه نشرح للمريض نظام العلاج وأعراضه وكيفية طريقة العلاج. بنشرح له بنقول له يهتم بالتغذية الجيدة وياخد قسط وافر من الراحة. علاج التهابات بالمثانة والجهاز البولي قبل بدء العلاج الإشعاعي إن وجد، عمل صورة دم ونسبة بولينا أسبوعيا، اهتمام بشرب سوائل كثيرة، عدم الإفراط في المأكولات الحارة، عدم بلل منطقة العلاج بالماء والصابون أو استخدام مواد مطهرة أو كافية أو كوية، تأكد من عدم ارتفاع نسبة البولينا قبل بدء العلاج. يتم وقف العلاج في الحالات الآتية: الإسهال الشديد أو التعنية، آلام أسفل البطن مع كثرة مرات التبول، ارتفاع درجة الحرارة عن 38، ارتفاع نسبة البولينا أو الكرياتينين بالدم. عرض المريض على الطبيب المعالج بعد انتهاء من العلاج لتقييم نتيجة العلاج. في مضاعفات بتبقى ناتجة عن العلاج الإشعاعي لسرطان المستقيم. المضاعفات دي عبارة عن التهابات بالمثانة، إما صديدية ناتجة عن إصابة سابقة بالهريسة، أو غير صديدية ناتجة من العلاج الإشعاعي. وفي الحالة دي بندي المريض سوائل كتير مع وقف العلاج، وتقليل الجرعة 180 سنتي جري بدل من 200 سنتي جري. التهاب بالكلى نتيجة عدم اهتمام بالتهابات الصديدية بالمثانة، التهاب حاد بالمستقيم، في تأثيرات متأخرة في المثانة وتحدث بعد 6 شهور لسنة من العلاج، ويحدث تليف بجدار المثانة. كده عندنا ورم المستقيم خلص. إن شاء الله نكمل معاكم بقية الأورام فيديوهات جاية.